هوية بريس. نعطيكم نقطة أخرى خالد الشباب، مع الانفعال تراكم عليا كثير بزاف هادشي اللي كيتصور. الخلاصة ديالو أن التفاعل شيء تافه، هي شيء مهندس وممنهج وممول ومنزل على جميع المستويات. حتى تعلموا أن الأمور مدققة ومهندسة. و اليوم لو أن إنسانا دافع عن حق الأسرة، طبيعي العادي المكون من رجل امرأة وأولاد، في أن تكون هي وحدها المستفيدة من التغطية الصحية، من التعويضات العائلية، من الحماية الاجتماعية. اليوم اليوم وقال أو دير كل أسرة الشادة والمريضة والعجيبة والغريبة تكون سدينا ماشي ضدها، ولكن الدولة عندها أولويات في الصرف. الأولوية الأسرة اللي كتمس الإنسان السوي اللي بيه استمرارية. والله لا يحاكمن في المحاكم العليا بتهمة العنصرية والتمييز. باش تعرفوا أنه وصل لواحد درجة الإرهاب الفكري، والأمور تمشي حتى للعقيدة.